بين معاناة الماضي والحاضر امتزج المشهد في الجزائر اليوم، بين المعاناة مع الاستعمار وفرحة إعلان الاستقلال عن فرنسا قبل 57 عاما، وبين المعاناة مع نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وفرحة إقصائه عن الكرسي. امتزجت مشاعر الفرحة التي لم تكتمل بعد، فمطالب الحراك الشعبي لم تتحقق، ورموز النظام السابق ما زالوا في سدة الحكم. في جمعة الاحتجاجات العشرين لا صوت يعلو على صوت الشعب الجزائري الذي دفع اليوم باتجاه استعادة الفرحة، فرحة الآباء والأجداد وفرحة الاستقلال. ساحات التظاهر ذاتها والموعد لم يتغير، لكن شاءت الصدفة أن تتزامن الجمعة العشرون من الحراك الشعبي مع عيد استقلال الجزائر، يوم تاريخي للجزائريين زاد المسيرات زخماً بنكهة استقلال جديد بعد أن كسروا في 22 من فبراير حواجز الصمت والخوف. إن شاء الله يكون استقلال ثاني ترجع فيه السيادة والحرية التامة للشعب الجزائري. نحن مع السلمية ومع الحلول الآمنة الدستورية ولو بمخارج سياسية. في العاصمة الجزائر ومدن أخرى نجح الناشطون في تعبئة الشارع نظراً لرمزية هذا اليوم، إضافة إلى أن الجمعة العشرين كانت ستتزامن مع يوم إعلان نتائج الانتخابات لو لم يسقط الحراك رئاسيات الرابع من يوليو ويلغيها. شعارات مختلفة رفعها المحتجون في هذه المسيرات التي شكلت اختباراً لمبادرة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. مقترح من الرئاسة بتولي شخصيات ذات مصداقية قيادة الحوار الوطني وبالتزام مؤسسات الدولة الحياد وبتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم انتخابات نزيهة. فجاء الرد الشعبي متبايناً، ردد متظاهرون لا حوار مع العصابة ولا حوار مع الخونة، فيما شملت هتافات الرحيل قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح المتمسك بالمسار الدستوري لحل الأزمة. رفض محتجون مقاربة بن صالح ورحب بها آخرون، معتبرون أنها مدخل لحل ممكن لحالة الانسداد السياسي. اختلاف في الآراء يقول محللون إنه منطقي وقد يشكل ثراء للحراك رغم محاولات اختراقه وإفشاله. في ظل هذا الانقسام يبقى الجدل قائماً بشأن اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، لا سيما وأن الثقة مفقودة بين الشارع وسلطة متهمة بالتزوير على مدى سنوات. فهل جاءت مبادرة بن صالح متأخرة أم هي مجرد مناورة جديدة من السلطة كما يقول معارضون، أو يمكن إدراجها على لائحة المبادرات المطروحة لحل الأزمة ولو أنها صادرة عن جهة مرفوضة شعبياً لم تستجب حتى الآن لمطالب الرحيل، بل لا تزال تقود المرحلة الانتقالية. نتوسع أكثر في الحوار. من الجزائر معنا الناشط السياسي سمير بن العربي، ومن الجزائر أيضا وليد بن قرون الباحث والمحلل السياسي والقيادي في جبهة التحرير الوطنية. شكرا جزيلا لكم على تلبية الدعوة وبالانضمام إلينا. أستاذ سمير، اليوم كيف يستقبل الجزائريون عيد الاستقلال أو استذكار عيد الاستقلال؟ هل تسمعني يا أستاذ سمير؟ يقول نعم أسمعك. الجمعة العشرين للحراك التي تزامنت مع ذكرى عيد الاستقلال جعلت من هذه الجمعة جمعة عرس جزائري بامتياز. امتزجت فيها أفراح الشيوخ الذين شاركوا الحفلة في 5 جويلية 62 معنا نحن الذين شاركنا معهم انتصار 5 جويلية 2019، فرحة الانتصار على المستعمر الفرنسي وفرحة الانتصار على المستبد، على النظام الفاسد، على عصابات بوتفليقة. هي فرحة كبيرة اليوم عشناها جميعا في كل الولايات. هي فرحة تجديد العهد لمواصلة النضال لتحقيق باقي المطالب، وأهم مطلب ما زال مستمرا ومرفوعا بقوة في الشارع وهو رحيل باقي رموز عصابة بوتفليقة وعلى رأسها الرئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء
بدوي. نظن أن جمعة اليوم جمعة مميزة، جمعة تاريخية، جمعة لها قيمة. تأتي أيضا عشية خطاب بن صالح الذي دعا إلى حوار، هو اعتراف ضمني بفشله في إدارة هذا الحوار، لذلك وضعت لجنة. الشعب الجزائري ينتظر من سيكون على رأس هذه اللجنة، هل ستكون مثل اللجان السابقة التي عاشتها الجزائر في سنوات التسعينات وفي بداية الألفية، هل ستكون لجنة حقيقية مشكلة من شخصيات تاريخية ذات وزن ذات قيمة ذات تاريخ لها من المصداقية التي تجعل الطبقة السياسية تتفاوض معها، لأنه نحن اليوم في مرحلة تفاوض من أجل إيجاد حلول سياسية للانسداد الحاصل. نظن أن جمعة اليوم سوف تبقى في تاريخ الأجيال القادمة لعقود. جميل، أرحب بك من جديد أستاذ وليد. جبهة التحرير الوطنية يعني هي يعني الكتلة الأكبر في البرلمان الجزائري اليوم، ماذا فعلتم للشارع في تلبية مطالبهم؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك، تحية لشعبنا الجزائري العظيم، تحية للأسرة الثورية المجيدة التي رفعت رأس الجزائر عاليا وهي ما زالت مواصلة لدرب الكفاح ضد طابور فرنسا المتمثل في بعض البيادق السياسية والمتمثل في كل المسجونين الذين هم اليوم في السجن، من ربهم الجنرال توفيق إلى بيادقه إلى أحزابه إلى كل بيادق فرنسا. 5 جويليا 2019 هو انتصار جديد للأسرة الثورية النوفمبرية التي قسمت ظهر فرنسا وأنهت حكم اللوبي الفرنسي الحاكم أو العامل أو المتخفي في الجزائر بسواعد الجيش الوطني الشعبي المجيد بسواعد قضاتنا وأطراتنا. أما حراك اليوم أو مسيرات اليوم فأنا أعتقد أن الشعب الجزائري قد صفأ دعاة الفتنة من أمثال بوصاشي وزبيدة عسول وهؤلاء دعاة المجلس التأسيسي، عندما يريدون تعقيد جبهة التحرير الوطني بهؤلاء الفاسدين أنا مثلي مثل كل مواطن جزائري أتساءل. 90% من الموجودين داخل السجون ينحدرون من منطقة واحدة، يعني هذه في حد ذاته إجابة على كل التساؤلات. يريدون الآن سلخ الجزائر من هويتها العربية، سلخ عن مبادئها النوفمبرية الباديسية، يريدون أن يجعلوا من الجزائر بيدقا راكعا خانعا لفرنسا وللحركة الصهيونية، لكن هيهات منا الذلة. وإياك إياك يا بالعربي أو بوصاشي ومن هو في يعني في 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 هذا في هذه المجموعة، إياك أن تعتقد أننا في جبهة التحرير الوطني نشعر بالذل أو بالنقص أو أيدينا ضعيف، يعني أيدينا نظيفة وحجتكم ضعيفة والعدالة هي من تبرئ وهي من تدين. أما باقي ذلك دعوتكم لمجلس تأسيسي وما إلى ذلك هو قراءة لما يملى عليكم من طرف فرنسا ومن طرف الحركة الصهيونية، والشعب الجزائري متفطن لهذه المكائد التي تحاك في السر. هل مطلوب من أستاذ سمير بن العربي أن يرد عليك أستاذ وليد؟ يعني هل تضع أستاذ سمير بن العربي في إطار الرد؟ والله ليس من طبعي الرد على الأندال والحمقى. لا 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 والمجانين. نحن نخاطب سمير عبد الحليم. استاذ سمير، استاذ سمير، لا يوجد مثل مثلك يا استاذ سمير ويا استاذ وليد. لا 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 احرجتوني، احرجتوني الكلام باسم الشعب الجزائري. والله 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 يا حاجتوني يا شباب، ايها النذل يا استاذ سمير ويا استاذ وليد. يا استاذ سمير صبر 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 استاذ سمير صبر، والله احرجتموني. يعني انا انتما ضيفين دائمين، يعني ودائما يعني واقدم لكما كل الاحترام. يعني ان بامكانكما ان تساعدوني وان نبقي المصطلحات في الاطار الاكاديمي وقل ما شئت في الاطار الاكاديمي، انا لا ارد على الحمقى يا سيدي ولا ارد على من كان يعبد الكادر ولا يا استاذ سمير. يا استاذ سمير دخلنا في الدين والهؤلاء الاشكال. يا استاذ سمير، يا استاذ سمير، استاذ سمير، لا يمكن ان نستطيع ان نكمل في اطار يعني تقاضي فرنسا. تكلم عنهم أنت، لو كنت رجل تكلم على ضباط فرنسا. يعني ماذا أفعل أنا الآن؟ يا حراك أستاذ سمير، أيوة تمام تمام، وصفع جبهة التحرير الوطني. ابدأ من هذه النقطة التي باعت، نرجع نرجع التي باعت صبر أستاذ سمير، سامحني التي كانت سندا للعصابة. ابدأ من هنا،
نبدأ من هنا من هذا الكلام، تفضل من دون قدح الله يخليك، تفضل أستاذ سمير بهدوء. سيدي الفاضل، الجمعة العشرين هي جمعة تجديد العهد لمواصلة المطالب برحيل رموز النظام الفاسد. الشارع الجزائري اليوم يعرف جيدا من هي رموز النظام الفاسد، يعرف من هي الشخصيات التي تنزل للشارع كل جمعة، يعرف من هي الشخصيات التي تحتضن في الشارع، يعرف من هي الشخصيات التي تحاول إدارة الثورة المضادة بأموال وسخة. هي نفس الأموال التي وضعت عشية ترشيح الكادر في فيفري 2019. هذه الأموال لضرب الحراك، لتشويه الحراك، لتقسيم الحراك، لإضعاف الحراك، ولكن الحمد لله الشعب الجزائري لم تزده هذه المحاولات إلا ثقة ووحدة وسلمية. اليوم نحن على مقربة من ندوة أخرى تنظمها المعارضة غدا، وأيضا بعد خطاب بن صالح الطبقة السياسية رحبت ونحن نرحب بالحوار الجاد والبناء، الحوار الجاد والبناء الذي يبني جزائر جديدة. جميل، جميل. هذا الحوار في انتظار أن نعرف من هي هذه اللجنة. حلو. ثم بعد ذلك اللجنة ليست فقط مكلفة بالتحضير للانتخابات، لأن مشكلة الجزائر أكبر من الانتخابات. مشكلة الجزائر مشكلة سياسية، مشكلة أمنية، مشكلة إعلامية، مشكلة عدالة. عندما طيب. نعرف من هي هذه اللجنة طيب سيكون جوابنا، سيكون ردنا على هذه السلطة. خليني أقول لك معلومة مهمة. ويبقى سيدي الفاضل ويبقى الضامن لانتقال ديمقراطي حقيقي. طيب جميل. لانتقال ديمقراطي حقيقي. جميل. ما هو استمرار هذا الحراك. ما عشان نحن نعطي أستاذ وليد كمان حقه، أستاذ وليد يعني خبير في إدارة الحملات الانتخابية ويعلم كيف تجري الأمور، ويعني أسئلتك التي طرحتها هو من الأفضل من يجيب عليها، يعني هو كان عضو الحملة الانتخابية لرئيس بوتفليقة، ليس كذلك أستاذ وليد؟ دعنا نجيب مع حضرتك يعني على الأسئلة التي طرحها. دائما الانتخابات يعني عليها تساؤلات كثير، اللجنة الانتخابية كيف تدار الأمور اليوم؟ أعطينا وجهة نظرك، وأذكرك يا ضيفي الكريمين أسألكم أسئلة من الصحافة وتفضل بمقاطعته أي وقت يا أستاذ سمير، وأستاذ وليد قاطع أستاذ سمير في أي وقت، ولكن من دون قدح ودم الله يخليكم، تفضل يا أستاذ وليد. أولا نحن لا نشعر أبدا بالذل أو بالعار من دفاعنا عن رئيس صنع الاستثناء في عالمنا العربي، فهو الزعيم الوحيد العربي الذي استقال بدون إراقة للدماء، وهو الرئيس الوحيد الذي لم يسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية في أرضنا الطاهرة، وهو كذلك الذي بقي مساندا للقضية الفلسطينية وكان يعني مساويا لجميع الأطراف الفلسطينية. طيب وهو الرئيس الوحيد الذي يعني نزل الجزائريون له بالملايين لعدم ترشيحه لعهدة خامسة. أعود نعم نعم نعم، وهو احترم نفسه واستقال وانسحب يقينا منه بأن هذه الأرض جمهورية وليست مملكة، وهو مشكور على ما فعله، والبشر يصيب ويخطئ والعصمة لله. يعني نحن هنا لا نريد أن نشيطن الناس، نريد أن نتكلم عن مستقبل الجزائر. يعني اليوم أنا أتكلم مباشرة عن ما ينتظرنا يعني من استحقاقات الانتخابات. يعني أنت تتهم. طب قل لي لماذا يعني لا أنت تقول لي أنا آسف أقاطعك، لأنه يعني أستاذ وليد أنا يعني أنت تعلم أنت ضيف دائم ولدينا حوارات سابقة أنا وأنت، واليوم لا أود أن يعني أن أستشعر نوعا من أنواع يعني المعارضة في الكلام. أنت تقول بأنه يعني لا يجب أن نشيطن الناس، أنت في تصريحاتك السابقة ومعي، وكنت تسمي هؤلاء بالذئاب الضارية، رؤوس الفساد، ونتوقع أن يتم اجتثاثهم وتغييرهم. الرجل كمان يعني أستاذ سمير يطرح بمسمياته هذا الجانب ويقول لك هاي أيضا رؤوس فساد يجب اجتثاثها، فهو لا يشيطن. إن كان يشيطن فكنت أنت تشيطن في السابق. آسف أستاذ وليد يعني أطرح هذه الزاوية، تفضل. نعم نعم، أنا أريد أن أعقب على سؤالك أخي الكريم بجملة واضحة وصريحة وما بعدها كلام. أنا متأكد بأن الذي سيكون راعيا لشفافية العملية الانتخابية في الجزائر هو الشعب الجزائري، ولا أعتقد أنه الآن في مؤسسات الدولة الجزائرية من يستطيع أو يفكر في مغامرة التزوير، لأن الشعب الجزائري إذا أحس كما أقول دائما بالتزوير أو بخطف إرادته سيخرج الشعب مجددا إلى الشوارع ويرفض أن
تفرض عليه يعني قيادة لم ينتخبها. هذا هو عين العقل والصواب. أما الذين يتخذون مواقفا وكأنهم ناطقون رسميون باسم المخابرات الفرنسية، جميل، فالشعب الجزائري يعرفهم. وأنا أقصد دعاة المجلس التأسيسي، يعني بالله عليك أرأيت جيشا يعني يرفض الانقلاب على الشرعية؟ هو الجيش الجزائري. تفضل يا أستاذ سمير، حق الرد، دقيقتين بقي فقط. نعم، نقول أن الجزائر مقبلة على أيام نضال، أيام حراك شعبي مستمر، العهد متجدد من أجل تحقيق باقي المطالب. غدا ستكون ندوة المعارضة منتدى الوطني للحوار الذي سيضم الشخصيات والأحزاب، ستعطي خارطة الطريق للخروج من الأزمة، خارطة الطريق حقيقية. طب أقول لك الرجل خارطة الطريق فرنسية وليست خارطة الطريق حقيقية يا أستاذ سمير، وترد على الرجل بكل برود أعصاب. والله قلت لك أنا لا أرد على مثل هذه الأشكال. نحن نشتغل، نحن نعيش في الميدان، لا نعيش في الأوهام. هؤلاء كانوا يقولون احترم أن نفسك، لا يوجد من يواجه، احترم نفسك وأنا أبشرك من الحرة بأن منجل العدالة سيصل إليك، لأنك متورط في قضايا الفساد في وزارة السياحة. في وزارة السياحة من أدخلك الوزير الإخواني بن بادة إلى وزارة السياحة واستفدت من عدة امتيازات شخصية، المنجل سوف يصل إلى ركبتك الوسخة القذرة، ولا مكان لأشباهك في مستقبل الجزائر. فهمت؟ تخرج بحلول عملية كل المشاركين فيها. أنصحك بالذهاب للعيش في فرنسا، في الجزائر أرض للشرفاء. نتكلم بكل قوة وبكل جرأة، لأننا ننحدر من نسل المجاهدين ومن نسل الشرفاء، ولسنا أحفاد حركة. أعطينا من هو جدك وأبيك. يا شباب، نحن ننتظر من هي اللجنة التي سوف يعينها بن صالح للحديث عن حوار حقيقي. سيكون هناك تتم الحوار معكم ضيفين كريمين، واسمح لي يا أستاذ وليد، أستاذ وليد وأستاذ سمير ومشاهدينا الكرام، أعتذر يعني إن فاتتني بعض الكلمات التي ربما كان يجب أن أستوقف ضيفي. أشكركما أستاذ وليد. أبدا، مستحيل. أنا أستغرب كيف ما زلتم تستقبلون مثل هذه الأشياء. لا يا أستاذ سمير، أعذروني يا شباب، يا شباب سامحوني، يعني إحنا انتهينا المقابلة، وأتمنى نكون قدمنا قدر ممكن من الإجابات. شكرا جزيلا لكم الناشط السياسي سمير بن العربي، شكرا لك من الجزائر، وشكرا لك وريد بن قرون الباحث والمحلل السياسي والسياسي في جبهة التحرير الوطنية. شكرا جزيلا لكم. شكرا.